سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله What?
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم، وإنا على ذلك من الشاهدين. طيب الله أنفاسك الحاج كريم منصوري على هذه التلاوة. نرحب مجدداً بحضراتكم حضورنا الكريم، ونرحب بمن ضم إلى مؤتمرنا، وأخص الحاج المجاهد الحاج هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر، حياكم الله وبياكم. لما رأى الأمة السوداء رايتها، ليل تلثم وجه الدين وانسدل، فزين الله وجه الأرض بالشهداء، وزان وجه السماء أن يصعدوا رسلا. تقول وهي تباهي الموت شيبتهم: الحمد لله بدر الشيب ما خذلا. والأمهات رجال أمهات قرى، أرضعنهم رطبا فاستشهدوا نخلا. سيبدل الله ماء العرش أدمعنا، ويجعل الحشد عرش فوقه اعتدلا. قل للشهيد الذي للحسنيين سعى: خطاك إن لم تصل نزف الدمى وصلا. إلى الشهداء الأبرار نقف إجلالا لقراءة سورة الفاتحة، ونحيي بعدها العراق بالسلام الوطني. يقول سماحة الإمام الراحل روح الله الخميني رضوان الله تعالى عليه: إن تحرير القدس وكشف شر هذه الجرثومة الفاسدة عن البلاد، عن البلاد الإسلامية، هو في الأساس واجب كل المسلمين. ويقول الإمام: إذا أردتم أن تنقذوا فلسطين فعلى الشعوب أن تثور بنفسها وتدفع حكوماتها لمواجهة إسرائيل. وانطلاقاً من عنوان مؤتمرنا في القدس موعدنا، باسمكم حضورنا الكريم ندعو سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي للتفضل بإلقاء كلمته الافتتاحية والترحيبية بهذا المؤتمر. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم الجبارين، مبير مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله، وعلى آله الطيبين الطاهرين
وأصحابه المنتجبين، وعلى القائم بأمره العدل المنتظر صاحب الراية الموعودة في أرض القدس، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. السلام عليكم إخوتي أخواتي الحضور جميعا ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وشكرا على حضوركم، ونقدر مجيئكم في هذه الليالي المبارك. نحن نقيم المؤتمر الرابع في القدس موعدنا. 4 سنوات مضت في هذا المؤتمر من أجل دعم قضية شعب ثائر وشعب مظلوم، ومن أجل استرداد حق ضائع. هذا الحق طال عليه الزمن ما يقارب من 1000 شهر، ما يقارب من قرن إذا كان حسابنا من وعد بلفور 1917، الآن نحن في 2023. قضية أريد لها أن تنسى وأن يكون الأمر الواقع هو الحكم وهو الذي يجري. شغلوا الأمة العربية والإسلامية بشؤونها الداخلية، بمصائبها، باحتلالها، بفقرها، بحاجاتها، وتطاول العدو واستمكن من الأرض وتجاوز واحتل أرضاً أخرى، وطال الزمن. أكثر من 40 سنة نحن في عدوان آخر، والعالم والنظام العالمي في تلك الفترة وهذه الفترة بين ساكت وبين مهدئ وبين معتد أيضاً على هذا الشعب. أراد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يبقي هذه القضية حية في النفوس، لكن عند الشعوب وليس فقط عند الحكام، عند الناس جميعاً. من أين يبدأ؟ بدأ من أعز يوم ومن أعز شهر ومن أعز زمن ومن زمن مرتبط بالسماء، في شهر رمضان المبارك، في 10 الأواخر من هذا الشهر، في أيام يكون فيها ليلة القدر، السماء مفتوحة لدعوات المظلومين بدون حجاب. يكون لي في هذه الأيام في آخر جمعة منه أن يكون يوماً لفلسطين، يوماً للقدس. في شهر رمضان كسرنا الأصنام، أصنام النفس، الهوى والجوع والشهوة وما شابه، لكن شهر الله لا يكتفي في أن نكسر أصنامنا الداخلي، الخوف، التردد، وإنما ما بعد تكسير أصنام النفس أو الداخل في النفس علينا أن نكسر الأصنام الخارجية. شهر الله، شهر رمضان، شهر الله وشهر أمتي، شهر أمتي شهر الانتصارات، نصر الله والفتح، شهر الفتوحات، شهر بدر، شهر فتح مكة، شهر حدثت فيه كثير من الانتصارات. أراد الإمام الخميني أن يربط ما بين عقيدة الإنسان ووجوده مع قضية شاء الله أن تكون قضية البشر، شاء الله أن تكون عنوان الظلم في هذه المرحلة، عنوان التجاوز في هذا العصر، قضية شعب فلسطين. أقمنا هذا المؤتمر من أجل التأكيد، مهما طال الزمن، مهما طال الزمن وتجاوز الصهاينة ومن يخف معهم وخلفهم من أجل تثبيت الأمر، لكن بروح مؤمنة، بروح شجاعة، بإرادة مرتبطة بالسماء، سوف نزيل هذا الظلم ونحن على موعد. في كل احتفال كنا نقيمه كانت هناك قضية. في الأعوام الماضية كانت أبرز قضية فيها بطولات الأعزاء في غزة، صواريخ غزة بالآلاف
التي جاءت دفاعاً أيضاً عن القدس وغيرت المعادلة، وتفاجأ المحتل والصهاينة وحكامهم بأن هناك شيء جديد دخل إلى المعركة، وأصبحت قضية غزة لها أثرها وتأثيرها وموقعها، تتحدى وتحذر وتفرض. وفي هذا العام عندنا قضية جديدة، قضية الضفة وجهاد أبنائها وشبابها وفتيانها ونسائها ورجالها، وفرضت وجودها على الصهاينة، وكان لهم الدور في المقدمة في الميدان في الخندق الأول، واستطاعوا أن يفرضوا وأن يوقظوا النائمين وأن يحركوا الضمائر وأن يفرضوا على من ذهب للتطبيع أو استجاب لهذا وذاك أن يقف، أن هناك شعب بعد 100 سنة، بعد 1000 شهر، بقى هذا الشعب شجاع واعي مضحي يستطيع أن يفرض وجوده وهويته. من هنا نحن نرسل سلامنا، تبريكنا، اعتزازنا، فخرنا بكل عائلة في القدس وفي الضفة. لكم منا كل السلام أيها الأعزاء الأبطال الذين تواجهون بصدور عارية هذا السلاح وهذا الاستبداد وهذا التكبر والتجبر. نعم، لكم منا السلام والاحترام والتقدير والامتنان أيتها العائلة الفلسطينية الشجاعة في الضفة وفي القدس، وأنتم تدخلون بيت المقدس وتقيمون صلاتكم بهذه الشجاعة والقوة في كل وقت، وتتحدون هؤلاء الصهاينة بكل أشكالهم، عسكريهم ومستوطنيهم ومتطرفيهم. أنا أكبر هذا الشاب وهذه الشابة وهذه المرأة وهذا الشيخ وهذا الطفل وهذا الأستاذ في القدس، في الضفة الغربية، في هذا المكان، في هذه الأماكن التي استطاعوا أن يسجلوا عنواناً آخر يضاف إلى عنوان غزة. نحن اليوم نعيش تكريماً للأعزاء الأبطال في الضفة، وبالتالي لهم منا كل الدعم. هذا الدعم، وصباحاً كانت، عصراً كانت التظاهرة، ومستقبلاً سيكون لنا معهم أكثر من دعم في شعرنا، في إمكانياتنا التي ممكن أن نقدمها لهم. نحن نقدم لهم الشكر لأنهم أيقظوا النائمين وحركوا الشعب في كل المناطق. شعوبنا الإسلامية الآن تفتخر بهؤلاء النساء والأطفال والشيوخ والفتيان والشباب في الضفة، في فلسطين، في كل فلسطين، تفتخر بهم، تذكرهم بأمجادهم، تذكرهم بمواقف القرآن، تذكرهم بالاعتزاز بهويتهم الإسلامية. هؤلاء أصحاب فضل علينا، من يقوم بجهاده في هذه الأيام وهو صائم، وفي هذا الشهر، وفي مواجهة في الخندق الأول، في مواجهة إسرائيل والصهاينة وتجبرهم وتكبرهم، يقدمون لنا دعماً، إعزازاً لهويتنا، لانتمائنا، لفخرنا، لتاريخنا، فلهم الشكر، ونحن معهم في هذا الطريق إن شاء الله. نعم، استطعتم أيها الأبطال أن تغيروا، أن تعطوا صورة جديدة ومهمة لناس لا يملكون السلاح ويقدمون مثل هذه البطولات في مخيماتكم، في أوضاعكم الاقتصادية التعبانة. أديتم الذي عليكم، ندعو الله لكم بالتوفيق. نحن الآن نعيش في فترة إرهاصات لبزوغ نظام جديد، النظام العالمي السابق أوجدنا إسرائيل وحامى إسرائيل ودافع عن إسرائيل وبرر لكل وجودها. نحن ننتظر بزوغ عالم جديد ليس فيه نفاق. العالم السابق، العالم الذي نعيشه، وجدناه يكيل من مكيالين في قضية أوكرانيا، تعامل بشكل آخر،
لكن في قضية فلسطين هو نائم غافل متجاهل، لكن هناك جيش الجيوش وبدل الإعلام وحاصر وقام بكل ما يستطيع تحت عنوان احتلال، وكأن في فلسطين ليس هناك احتلال. نعم، العالم اليوم هو عالم النفاق، عالم الكذب، عالم حقوق الإنسان بنظرهم وليس حقوق الإنسان التي يؤمن بها، عالم يريد أن يفرض قيمه علينا المثلية وغيرها، عالم يدعي أنه وصل إلى نهايته، نهاية التاريخ في تفرده بالهيمنة على العالم. هذا العالم اهتز، هذا النظام اهتز، هذه القيم بدأت تتساقط. نحن ننتظر بزوغ نظام عالمي جديد فيه تعددية، فيه ثقافات، فيه احترام، فيه قوى متعددة يعيش فيها الإنسان، الدول، الحضارات بكرامتها. نحن نأمل من المقتدرون من الدول العربية والإسلامية أن يكون لهم بصمة في هذا النظام العالمي الجديد، بتعاونهم، بتكاملهم، بتفاهمهم، بإيجاد السبل في أن يكون لعالمنا العربي والإسلامي والمقتدرون منهم من هذه الدول أن يكون لهم بصمة في هذا العالم الجديد، في هذا النظام العالمي الجديد، ليدافعوا وليحفظوا فيه ثقافتهم، مصالحهم، وجودهم. عراقنا اليوم بعد هذه التغييرات وهذه 20 سنة الماضية في طور جديد، في حكومة ائتلافية واسعة، في إطار تنسيقي جاد. نحن عازمون على عراق مقتدر، متكامل، متعاون، متفاهم، منسجم. عراق فيه كرامة وإنسان، وفيه عدل، وفيه مشاركة. هذا العراق المقتدر سيكون له دور في بناء، في إيجاد التفاهمات ما بين دول المنطقة وخاصة غرب آسيا، ما بين الدول الإسلامية الموجودة بما تملك من قدرات اقتصادية عالية وحجم سكاني واسع وموقع جغرافي استراتيجي. نعم، نستطيع كدول عربية وإسلامية أن نكون جزءاً مهماً في نظامنا العالمي الجديد، وعلى العراق أن يأخذ دوره بما يمتلك من علاقات ومقبولية في إيجاد هذا التفاهم، هذا التكامل، هذا التعاون فيما بين هذه الدول حتى نخطو إلى الأمام. عراق مقتدر في صالح فلسطين، عراق مقتدر منسجم في صالح الأمة العربية والإسلامية. نعم، سنكون مع قضايانا الأساسية. هذا الشعب عندما امتلك إرادته يستطيع أن يرسم مستقبله. نحن معك يا شعب فلسطين، نحن معك يا أهلنا في الضفة، نحن معك يا أهلنا في غزة. المستقبل طيب لكم، المستقبل سيكون لكم إن تنصروا الله ينصركم، وأنتم في طريق نصرة الله فوعد الله لكم بالنصر محتوم إن شاء الله. أنا مرة أخرى أكرر شكري وتقديري وامتناني إلى جميع الأعزاء، أسأل الله تعالى أن يتقبل صيامهم، قيامهم، دعواتهم، وأن يرجعهم سالمين، وأن نلتقي إن شاء الله في سنتنا القادمة في مؤتمرنا القادم بانتصارات جديدة، بإنجازات أكبر، بتلاحم إن شاء الله شعبي ودولي فيما بيننا كأمة عربية وإسلامية، ومعنا أهلنا من المسيحيين ومن باقي الطوائف والمكونات، لنظهر للعالم النموذج الآخر للعالم الذي يكون فيه الجميع تحت العدل ومن أجل إنسان أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً لسماحة الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على هذه الكلمة بهذا المؤتمر، ونستشهد
بقول الإمام السيد علي الحسيني السيستاني عندما يقول: إن الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم يقتضي ألا يهنأ المسلمون في مطعم أو مشرب إلى أن يكفوا عن إخوانهم وأخواتهم أيدي الظالمين المعتدين. مرة أخرى نرحب بحضراتكم حضورنا الكريم، ونرحب أيضاً بالمشايخ الأجلاء شيوخ العشائر ووجهائها الذين شرفونا إلى مؤتمرنا، حياكم الله وبياكم، تتفضلون وتستريحون بالجلوس. حضورنا الكريم، باسمكم ندعو السيد ممثل رئيس الجمهورية الدكتور علي الشكري للتفضل إلى المنصة لإلقاء كلمته بهذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله ومن والاهم إلى يوم الدين. سماحة الشيخ راعي المؤتمر، السادة القادة المحترمون، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بودي فخامة الرئيس أن يشارككم أعمال هذا المؤتمر لولا التزاماته المسبقة فتعذر عليه الحضور. وبعد، يحيي العالم الإسلامي وكل شرفاء العالم في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان يوم القدس الذي أضحى يوماً لنصرة القضية الفلسطينية لا استذكارها، بلحاظ أن القضية الفلسطينية حية خالدة حاضرة في عقل وقلب كل أحرار العالم، فهي قد تمرض لكن غيرها يموت، وهي حية حتى التحرير واستعادة الأرض وإنهاء الغصب. نحيي هذا العام يوم القدس، وأخواننا في الأرض المغتصبة يواجهون آلة القتل والترهيب والقمع، وكلهم إصرار وعزيمة على مواصلة المسيرة وحمل الراية وصون الأمانة. فقد أضحت القضية الفلسطينية رسالة وأمانة وتمهيد ووصل، وهي الخط الفاصل بين الدين والدنيا، بين الوطنية والمهادنة، بين الحق والباطل. ويقيناً أن طريق الحق شاق طويل وعر، تحيطه الأهوال وتتهدده المخاطر، ولكن إيانا وخشية وحشته لقلة سالكيه، كما أطلقها خالدة سيد البلاغة وإمام الهدى العالم الذي لا يعلم، الإمام علي عليه السلام، حينما قال: لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. لقد ظن الاحتلال الغاصب أن الترحيل القسري وآلة التجريف وتواصل التغييب والقتل الممتد والتغيير الديموغرافي وحشد من لا وطن له على الأرض المغتصبة أنه سينهي قضية وينسي شعب ويزدل الستار على أرض مغتصبة. شاء الله أن تكون محفوظة في كتاب لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، بها ارتبط تاريخ الرسالة المحمدية والعبادة اليسوعية حتى أضحت أيقونة النضال ومنار الباحثين على الحرية في كل أصقاع العالم. السيدات والسادة الحضور، لقد راهن من خطط الاحتلال الأرض واغتصاب الوطن
وترحيل الشعب وإحلال الغاصب وتجميع الشتات وتوطين من شح عليه الوطن، أن القضية الفلسطينية ستغدو من الماضي ولو بعد حين، وهو يجهل أن القدس عقيدة وقضية ومنهاج ودليل ومسار. احتلت الأوطان وتقسمت بلدان وتشتتت شعوب وأزدل الستار على كيانات ذاعت أخبارها وانتشرت علومها وترامت أطرافها، وفلسطين خالدة وشعبها حي وذكرها ممتد ونسلها محفوظ. في رمضان حاضرة وفي العبادة مذكورة وفي الأشهر الحرم قائمة وفي العقيدة راسخة، تتقدم نشرات الأخبار وتتصدر عناوين الصحف، كتبت فيها رسائل وأطاريح ولما تزل وستبقى صالحة للبحث حتى التحرير. لقد توج الإمام آية الله العظمى السيد الخميني قدس الله نفسه الراحل بجسده الخالد بذكره الممتد بفكره القضية الفلسطينية حينما أفرد لها يوم معلوم في شهر ميزه الله بتنزيل الذكر، فجعله شهر العبادات وقبول الطاعات وطلب المغفرات، فراحت الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم لإحياء ذكرى القدس السليبة العائدة حتماً ولو كره الغاصبون. فسلام على من خلد وذكر وذكر وأقام وأحيا. ويفتح ويحقق النبوءة وينجز الوعد، والعاقبة لشعب صمد وواجه وتصدى وقاتل، والخلود لأمة قاومت وصمدت وتصدت وواجهت وحافظت على القضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً للسيد ممثل رئيس الجمهورية الدكتور علي الشكري على هذه الكلمة. قال آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر إن من يقبل الصلح مع إسرائيل فقد خرج من الإسلام، وهذا يتساوق بشكل كبير مع قرار السلطة التشريعية البرلمان العراقي عندما أصدر قراره برفض التطبيع مع إسرائيل. ويقول أيضاً سماحة آية الله العظمى السيد محسن الحكيم قدس سره إن قضية فلسطين عموماً والقدس خصوصاً هي قضية الإسلام، وهذا أيضاً هذا القول إشارة واضحة لعمق هذه القضية. حضورنا الكريم، باسمكم ندعو السيد ممثل رئيس مجلس الوزراء الأستاذ رشيد العزاوي للتفضل بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والبركات على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحاضرون الكرام، بأسمائكم وصفاتكم وعناوينكم المحترمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. في البدء أود أن أنقل لكم جميعاً تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الذي شرفني بالتكليف لحضور هذا اللقاء المهم، معبراً عن عالي امتنانه للأخوة في المجلس الإسلامي الأعلى لاهتمامهم بهذه المناسبة والعمل على جعلها تقليداً سنوياً ثابتاً لإبقاء قضية فلسطين حيةً في قلوب المسلمين، وحث العالم الإسلامي على إيلائها المزيد من الاهتمام وتسليط الضوء عليها رغم كل محاولات التعتيم والتعريف بحقوق الشعب الفلسطيني بأرضهم في الداخل والشتات، وتحشيد الرأي العام العالمي للوقوف إلى جانب أصحاب الأرض وردع الكيان الغاصب عبر جميع الطرق والوسائل القانونية والإعلامية والسياسية وغيرها من المتاحات، ورغم ودعم مقاومة شعبنا الفلسطيني. حضرات السادة الكرام، لا يخفى على أحد منكم الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وهو يتعرض لاعتداءات متكررة منذ عقود على يد هذا الكيان الغاصب، والذي يستخدم كل أساليب القمع والتهجير لإبعاد الفلسطينيين عن أرضهم، ويعمل بكل الوسائل غير المشروعة على سلب حقوقهم المشروعة. وما يحدث اليوم في القدس وغزة والضفة الغربية يعد استمرار لهذه الجرائم الهمجية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني عبر هجمات عنيفة ومتكررة من قبل قواته المعتدية. الحاضرون الكرام، لقد وقف العراق وطوال تاريخ قضية فلسطين إلى جانب الحق الفلسطيني الأكيد في إقامة دولته على تمام أرضه وعاصمتها القدس، ودعم هذا الموقف في المحافل الدولية والإسلامية والعربية وعلى كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية في البعدين الشعبي والرسمي. وإنما ذلك الاهتمام نابع من مكانة العراق في تاريخ هذه الأمة ودوره القيادي على الدوام في تطور المشهد العربي والإسلامي باعتباره مركزاً ومحوراً في كل مراحل التاريخ الإسلامي والإنساني والعربي، ولم تغب القضية الفلسطينية عن أولوياته تحت كل الظروف والأحوال. أيها الأخوة الأعزاء، لم تعد بيانات الإدانة والاستنكار تكفي لمواجهة الأعمال الوحشية التي يرتكبها الكيان الغاصب، وأصبح لزاماً على صانع القرار العربي والإسلامي أن يدفع المجتمع الدولي وعلى الفور للتحرك لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني. وفي اللحظة التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني كل هذه الصعوبات، فإننا نؤكد على حقه الأساسي في العيش الكريم والحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة على تمام أرضه وعاصمته القدس الشريف،
وعلى الجميع أن يبذل كل جهد متاح لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته في كل ما تتطلب هذه القضية من مساع وعمل إسلامي وعربي مشترك يهدف التوصل لإنهاء هذا الاحتلال. أكرر شكري وتقديري لكل من أعد وشارك في هذا اللقاء المتميز، وأؤكد شكر دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الجهد المبارك، سائلاً المولى أن يوفق الجميع لخدمة قضية الأمة المركزية، قضية فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً للأستاذ رشيد العزاوي ممثل رئيس الوزراء على هذه الكلمة. حضورنا الكريم، ولا تزال القدس قضيتنا ونحن تحت هذا الشعار ماضون، في القدس موعدنا. يقول الإمام القائد السيد الخامنئي توصية الأساس توسيع نطاق الجهاد في الأراضي الفلسطينية. حضورنا الكريم، باسمكم ندعو سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد الأستاذ محمد كاظم الصادق للتفضل بإلقاء كلمته بهذه المناسبة. الرحمن الرحيم. قال الله في محكم كتابه الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الحضور الكرام، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخورون بأننا نحتفل مرة أخرى بيوم القدس العالمي أكثر مجداً من أي وقت مضى، إذ دعا الإمام الخميني قدس سره المسلمين في جميع أنحاء العالم لتكريس الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل لدعم الحقوق المشروعة لشعب فلسطين. يجمع يوم القدس بين الأمة الإسلامية وجميع دعاة الحرية في العالم استنكاراً لأفظع ظلم ونصرة لأبسط حق سليب في التاريخ المعاصر. لا شك في أن فلسطين هي قضية العالم الإسلامي الأولى وستظل حتى تحرير القدس الشريف. منذ أن زرعت الغدة السرطانية الصهيونية في قلب أرض فلسطين المقدسة، كان أعداء الأمة يحاولون دفع حقيقة احتلال الأرض واغتصاب حق الشعب الفلسطيني المضطهد نحو غياهب النسيان وتطبيع هذا الظلم العظيم. لكن رغم شن حروب دموية وطاحنة وفرض عقوبات اقتصادية لا إنسانية ودعم الإرهاب وإطلاق حملات حرب نفسية، ورغم كل تهديدات الأعداء وإغراءاتهم على مدار أكثر من 70 عاماً، فإن قضية فلسطين لا تزال نابضة وحاضرة بقوة لدى الضمائر الحية والرأي العام في العالم. يوم القدس المبارك
وصرخة دعاة الحق بوجه الغطرسة العالمية، وهو إبراز لمعاناة الشعب الفلسطيني المضطهد ومأساته، وهو دفاع عن كل المظلومين على مر التاريخ أمام كل الظالمين، وهو بإذن الله يعني سقوط كيان الهمجية والتآمر والرعب. نحتفل بيوم القدس في حين أن الكيان المحتل يحترق بنار الغضب والانقسام والتمرد أشد من كل السنوات الماضية، حيث أن قادة الكيان الصهيوني المجرمين مثير الأزمات ومدبر المؤامرات العالمية يعانون بنفسهم اليوم من أزمات داخلية متعددة الأوجه. نعم، إن الباطل كان زهوقا. قد تصدعت أركان الكيان الصهيوني اللقيط، وقد انفطح أمر قادته أمام مرأى العالم أوضح من أي وقت مضى، وهذه المرة تفجر تداعيات 70 عاماً من القمع بحق الشعب الفلسطيني أزمات في قلب الأراضي المحتلة، وتندلع نيران الغضب على الكيان الفصل العنصري المنحوس من داخله. لا يرتدع الكيان الصهيوني المحتل عن ارتكاب أي جريمة لمواجهة مصيره المحتوم وهو الزوال، لكن الهجوم على غزة والضفة في فلسطين وعلى لبنان وسوريا لم يكن ناجعاً لإنقاذه من الأزمات المتجذرة لديه، فلجأ إلى ارتكاب جريمة جديدة وأمعن في عدوانه الهمجي المتكرر على المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين، مما يعتبر انتهاكاً متعمداً لمقدسات المسلمين واعتداءً صارخاً على حقوق أتباع الديانات. وتجدر الإشارة هنا إلى وجوب إدانة جرائم كيان الاحتلال من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول التي تتشدق بحقوق الإنسان، وذلك بالكف عن التعامل بمعايير مزدوجة وانتقائية. في الوقت الذي تتجه فيه التطورات الدبلوماسية الأخيرة في المنطقة وبين دول العالم الإسلامي نحو تعزيز الأخوة والصداقة، اقترف الكيان الصهيوني جريمة جديدة ضد شعب غزة المضطهد تحت مسمى عملية اليد القوية، لكن ليكن وافقاً من أن يد الشيطان سوف يقطعها شباب المقاومة الفلسطينية. إن دعمنا لقضية القدس الشريف وفلسطين العزيزة واجب إنساني وإسلامي وأخلاقي دائم. هذه حركة إلهية في سبيل الله، وقال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. لن تمنعنا شتى الحيل والمؤامرات من القيام بهذا الواجب. الظلم لن ينسى ولن يصبح أمرا طبيعيا ولن ينتهي إلا بمقاومة عنيدة. على الرغم من الجهود اليائسة لتطبيع علاقات بعض الدول مع الكيان الصهيوني، فإن الشعوب هي من تقرر المصير ولن ترضخ أبداً أمام مؤامرة التطبيع، حيث يمكن رؤية مظاهر المعارضة والكراهية ضد الكيان المحتل القدس في كل ساحة يتواجد فيه المسلمون، وكما رأيناه اليوم. منذ انتصار الثورة الإسلامية دابت الجمهورية الإسلامية بفخر واعتزاز على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم وقضية القدس الشريف في جميع المجالات. وهنا نستذكر دور الشهيد القائد الشهيد سليماني شهيد القدس، ونأمل أن تزداد المقاومة قوةً وثباتًا يوماً بعد يوم، وبفضل حمية شباب فلسطين ووحدة فصائلها، وأن تؤتي ثمارها
وهي إقامة دولة فلسطين، كل فلسطين، وعاصمتها القدس، القدس الشريف قريباً. فإننا نؤمن إيماناً راسخاً بالوعد الإلهي الذي نترقبه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً لسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد الأستاذ محمد كاظم الصادق على هذه الكلمة. والكلمة الآن باسمكم حضورنا الكريم ندعو سعادة سفير دولة فلسطين في العراق الدكتور أحمد عقل للتفضل بإلقاء كلمته لهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء، سماحة الشيخ الدكتور أحمى حمودة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الإخوة القيادات السياسية والعشائرية ورجالات الدين الحاضرين، اسمحوا لي أن نشكر سماحة الشيخ على هذه السنة التي سنها أن نلتقي في نهاية يوم القدس العالمي كل عام لنحتفل معاً بهذا اليوم الكبير. لا أريد أن أعيد ما قاله الإخوة عن يوم القدس ومعانيه وأهدافه وماذا يعني بالنسبة لفلسطين وللشعب الفلسطيني، ولكني أريد أن أنظر إليه بمنظار أكثر عمقاً، والذي أعتقد أنه كان في ذهن آية الله الخميني عندما أعلن عن هذا اليوم. آية الله الخميني رجل دارس للتاريخ، دارس للحضارات ونشوئها واضمحلالها، يعرف عناصر القوة والقدرات وإمكانيات تحريكها لتحقيق الهدف. عندما طرح يوم القدس العالمي وأشر إلى فلسطين وأشر إلى القدس، هو كان يقول أننا بالذهاب إلى القدس موحدين كمسلمين وعرب، فإننا نستطيع أن نواجه الاستكبار العالمي، نستطيع أن نواجه الاستعمار والاستغلال لهذه الحضارة، وكما وصفها سماحة الشيخ، المجرمة القاتلة المدمرة المهيمنة الممتصة لدماء الشعوب. علينا أن نتوحد من خلال توجهنا إلى القدس. لماذا؟ لأن الكيان الصهيوني هو إحدى خطوات هذه الدول الاستعمارية للسيطرة على المنطقة،
في مؤتمر كامبل عام 1907 اجتمعت الدول الاستعمارية وقررت تقسيم العالم إلى ثلاث أقسام. ما يهمنا أن المنطقة العربية والإسلامية هي عدوة للحضارة الغربية. ما دام عدوة، إذن ماذا يجب أن نعمل معها؟ أولاً تقسيمها إلى أجزاء بحيث تبقى دائماً في مراحل الصراع الداخلي. لذلك كان سايكس-بيكو عام 1916. وثانياً زرع جسم غريب في داخل هذه المنطقة ومن خلال وعد بلفور عام 1917 يضمن استمرار تفتتها وانقسامها ويضمن عدم قدرة أهلها على السيطرة على ثرواتهم وإمكانياتهم وقدراتهم. ثالثاً منع هذه المنطقة من الوصول إلى ناصية العلم والتكنولوجيا والتقدم. وكما شاهدتم جيداً أن أي دولة في هذه المنطقة العربية والإسلامية تتطور أعلى من مستوى محدد يتم ضربها. بالجزائر، بعد أن أعلنت الجزائر أنها ستقيم مفاعل نووي بشهرين حدث الإرهاب، والذي حدث خسائر بمئات الآلاف من الشعب العراقي من الشعب الجزائري، وهذا أيضا في أماكن أخرى بما فيها العراق. إذن نحن في يوم القدس وفي نداء السيد الخميني نصارع هذه الحضارة، هذه الحضارة التي اعتبرتنا أعداء لها. فمن أجل ذلك علينا أن نتوحد. وأنني أعتقد لو السيد آية الله الخميني موجود هذا العام لكان فرحاً ولكان منشرحاً لكل العلائم التي تقول أن هذا الاستكبار شمسه قد بدأت بالمغيب، وأن هناك أقطاباً جديدة قد تبرز وتبرز بقوة وتقول. وهذا ما أعلنه الرئيس بوتين قبل بعد يومين من لقائه مع الرئيس الصيني، قال أننا حلفاء مع الدول الإسلامية، أننا سندافع وسنقاتل ضد الإسلاموفوبيا التي نشرها هذا الاستعمار وهذا الاستكبار. إذن نحن على أبواب أن نكون شركاء مع الحضارة النامية، فعلينا أن نتوحد، علينا أن نتجمع، علينا أن نعرف أين مستقبلنا وأين مصلحتنا الوطنية والقومية والإنسانية والإسلامية. ما يحدث الآن أن هناك شعباً فلسطينياً قرر أن يقاوم ويقاتل ويدافع عن قضيته وعن أرضه مهما كانت التضحيات ومهما كانت الخسائر ومهما كان أصدقاؤه وأعداؤه، مهما كان أعداؤه كثراً وأصدقاؤه قل حتى ولو دافع عن بنفسه عن نفسه. لكن أيضاً في المقابل هناك كيان صهيوني يتفتت. في الفترة الأخيرة الرئيس الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين قالوا نحن على أبواب حرب أهلية، لأن هذا المجتمع الذي جمع من كافة أنحاء العالم ليس لديه التماسك ليكون مجتمعاً متماسكاً. هو الآن يبحث عن الهوية، يقول هل نحن دولة يهودية أو دولة مدنية أو دولة علمانية أو دولة ديمقراطية. هو يبحث الآن ما هو تعريف اليهودي، فبالتالي كل أسسه القائم عليها فيها شك الآن وفيها صراع في داخله. لديه عقدة
اسمها عقدة العقد الثامن، وهذه تكلم بها نتنياهو وتكلم قادة إسرائيليين كثيرين. الدولة المرتين السابقتين اللتان انشأ فيها دولة يهودية لم تستمر أكثر من 80 عام، وهم يقولون هل هذا سينطبق علينا، وهم مرعوبون من ذلك، ونحن على ثقة أن هذا سينطبق عليهم. نحن في الذكرى 75 لإنشاء هذا الكيان اللقيط، هل ننتظر 5 سنوات أو ربما أقل من ذلك إن شاء الله؟ أعتقد أن إسرائيل وأمريكا قد عملوا الكثير من أجل أن يوصلوا أن الصراع في المنطقة ليس مع الكيان الصهيوني وليس ضد أمريكا، وإنما عدو هذه المنطقة هي إيران. إذا كانت إيران عدو هذه المنطقة، فمعنى ذلك المفروض المنطقة تتحالف مع إسرائيل لمواجهة إيران. ما حدث باللقاء السعودي الإيراني الصيني قال لا وانتهى ذلك إلى غير رجعة، وانتهى ما سمي بالتطبيع له ظل هذه المقولة وهذه الفكرة التي قاتل نتنياهو عليها. لذلك يجب أن نبني على هذا الاتفاق، لأنه يربط بين وجودنا بالحضارة الجديدة وبين قدرتنا على تصفير المشاكل في هذه المنطقة وتوجيه الطاقات والإمكانيات نحو تطوير هذه المنطقة وشعوبها ومصلحتها. أقول لكم أنا في رسالتي في الدكتوراه 20% من رسالتي كانت بأبحاث قادمة من الإخوة في إيران. إيران دولة لديها علماء ولديها أبحاث ولديها إمكانيات علمية، لماذا لا تستغل هذه لمصلحة المنطقة؟ السعودية لديها إمكانيات اقتصادية ولديها ثروات، لماذا لا تجتمع هاتان القوتان معاً ليشكلوا منطقة جديدة وليشكلوا جزءاً من الحضارة الجديدة؟ التدهور الذي يحدث بالدولار، الاتفاقيات التي تحدث الآن ضد مع استعمال العملات المحلية، بالأمس أو يعني بالأمس القريب فرنسا الرئيس الفرنسي أعلن إنه ليس من مصلحة أوروبا أن تكون نسخة طب الأصل عن أمريكا، وأنها يجب أن تبحث عن مصلحتها الذاتية. وفي نفس الوقت توتال الشركة الفرنسية عقدت اتفاقيات بعشرات المليارات مع الصين بالعملة المحلية الصينية، وهذا ينطبق على البرازيل وعلى الهند وعلى دول كثيرة. كما يقال أن 2 تريليون من الدولارات توقفت باستعمالها في السوق العالمية. أريد أن أقول بكل بساطة، يوم القدس يعني ديمومة الصراع والاشتباك واستمرارية الجهاد والمقاومة حتى تكتمل دائرة النصر بالتقاء الزمان والمكان والقرآن في الوعد الإلهي، وعد الآخرة، عندما يتقاطع خط التاريخ الصاعد للأمة نحو النور والهابط بالكيان نحو الظلام، إذاناً بزوال إسرائيل وأفول حضارة الاستكبار العالمية. شكراً جزيلاً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكراً جزيلاً لسعادة دولة فلسطين، سعادة سفير دولة فلسطين في بغداد الدكتور أحمد عقل على هذه الكلمة. حضورنا الكريم، كانت هذه الكلمات في المؤتمر موجهة من بغداد إلى القدس، موجهة من العراق إلى فلسطين، موجهة من الشعب العراقي إلى الشعب الفلسطيني، ومن رجالات السياسة والدولة والدبلوماسية إلى رجالات فلسطين، ومن رجالات فلسطين حل علينا ضيفاً كريماً. رحبوا معي ليتفضل إلى المنصة السيد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأستاذ زياد النخال، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، يشرفني اليوم أن أكون بينكم متحدثاً باسم فلسطين وباسم المقاومة في فلسطين، وأتقدم لكم بالشكر جميعاً للعراق ولأخي المجاهد القائد الكبير هادي العامري الذي وجه لي الدعوة باسم العراق. والحمد لله رب العالمين أن نجتمع اليوم بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يمثلنا جميعاً ويمثل إرادة المسلمين في العراق وفي العالم. وبهذه المناسبة لا بد لنا من أن نتذكر صاحب الذكرى الإمام الخميني العظيم الذي كان له الدور الأبرز في أن يكون للقدس يوماً عالمياً يجتمع فيه المسلمين ليحتفلوا وليقفوا بجانب فلسطين. وكان هذا اليوم بمثابرة إخواننا الإيرانيين، وليبقى فضلهم مستمراً في مثابرتهم بدعم الشعب الفلسطيني على مدار السنوات الأربعين الماضية. وبهذه المناسبة أؤكد لكم أن كل قطعة سلاح تقاتل إسرائيل اليوم وتواجه إسرائيل هي إما من الجمهورية الإسلامية أو دفعت الجمهورية الإسلامية ثمنها. هذا الفضل الكبير التي قدمته الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني المقاتل والمجاهد والشجاع لم يكن ممكناً لولا وقوف الجمهورية الإسلامية بجانب الشعب الفلسطيني المقاتل. وأؤكد أيضاً لم يكن لهذا السلاح أي قيمة لولا شجاعة الشعب الفلسطيني وشجاعة مجاهديه وأبنائه في القتال ومواجهة اليهود القتلة المجرمون. اليوم مسؤولية الأمة وهي تشاهد اليهود وهم يقتحمون المسجد الأقصى ويدنسون القرآن والإنسان والزمان والمكان، وينتهكون كل الحرمات في فلسطين، ويريدون أن يهودوا المسجد الأقصى عنوان أمتنا وعنوان مقدسنا في فلسطين. اليوم
وأنا في العراق أشعر بفخر كبير، وأشعر أن العراق تستعيد دورها. واليوم سألني أحد الصحفيين قائلاً: ماذا تعني زيارتك للعراق؟ فقلت له: العراق تعلن اليوم وتشهر اليوم سيف الإمام الحسين في مواجهة إسرائيل، احتضان الجهاد الإسلامي اليوم ومجاهدي فلسطين وحضورهم في العراق هو إشهار سيف الإمام الحسين في مواجهة المشروع الصهيوني. هذه هي العراق، العراق الكبير بشعبه وتاريخه. وأنا أقول أن العرب بدون العراق ينقصهم الشيء الكثير، ونحن ننتظر من العراق أن تكون حاضرة في فلسطين كما كانت عبر التاريخ. هي الحضارة، وهي الأمة القادرة، وهي الأمة المضحية، والتي تستطيع أن تساعد وتقف في وجه المشروع الصهيوني. اليوم شعبنا الفلسطيني العظيم والمجاهد بأبنائه ومقاتليه ونسائه يواجه الآلة العسكرية الصهيونية بكل قوة واقتدار. وفي أيام رمضان العظيم وفي أيام القدر العظيم أيضاً أنتم تشاهدونه كيف يواجه القوات الصهيونية، وكيف يغير المعادلات، وكيف يغير السياسات، يغير سياسات العدو الصهيوني، ويغير في المنطقة أيضاً توجهات سياسية. المجموع العربي للأسف السياسي كان ذاهب لإسرائيل في حملة تطبيع كبيرة وهائلة. اليوم ما يجري ويبشر بخير كبير هو التفاهم الإيراني السعودي الذي أضفى نوعاً من التهدئة في المزاج العام، وأيضاً ساعد على أن يكون هناك تفاهمات أخرى في اليمن وتفاهمات أخرى في العراق وغيرها لتطمئن الساحة العربية والإسلامية، أن الأمة الإسلامية تتحد اليوم من أجل فلسطين ومن أجل القدس وفي مواجهة النفوذ الغربي الذي يستهدفنا جميعاً. نحن من هذا المكان نوجه للشعب الفلسطيني العظيم ولمقاتليه الأبطال وفتياته الشجعان الذين يواجهون بكل بسالة واقتدار آلة القتل الصهيونية، ويؤكدون يومياً أن فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني التاريخي، وأننا كشعب فلسطين لن نتنازل عن شبر واحد من فلسطين، وسنستمر بالقتال حتى لو استمر القتال 1000 عام. نحن نريد وطننا فلسطين، هذه البلاد المقدسة، وهذا بيت المقدس، وهذا مصر رسول نبينا. أذكر على سبيل الحديث قصيدة للشاعر العراقي مظفر النواب حين قال: القدس عروس عروبتكم. نحن نقول: القدس مصر نبينا، ولن نتنازل عنه في يوم من الأيام، وسنقاتل ونقاتل حتى تحريره من دنس الاحتلال إن شاء الله. نحن ننتظر العراق، العراق التاريخ والحضارة، فأسرجوا للقدس قنديلاً يا أهل العراق،
وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً للأستاذ زياد النخال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على هذه الكلمة. الكريم يقول آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره الشريف: فتح فلسطين وتحريرها يكون على يد أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. ولا شك ولا ريب أن لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام كانت لهم صولات وجولات في فلسطين وفي كل أرجاء المعمورة، كان آخرها الجهاد، جهاد الساحات لا جهاد الجلسات. الكلمة الآن كلمة الحاج المجاهد هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. صحيح تعبانين، وهي مو صلاة واحد يحب شعب فلسطين ويحب القضية الفلسطينية. صلوا على محمد وآل محمد. أنا ما إلي دور في هذا المؤتمر، بس طلبت مداخلة صغيرة لأشارك هذا الجمع المبارك في هذا اليوم المبارك، وأقول كل الشكر والتقدير والامتنان إلى ضيف العراق الأخ العزيز المجاهد الكبير الأخ أبو طارق الأمين العام حركة الجهاد الإسلامي. فأهلاً ومرحباً بأخينا العزيز. أنا أؤمن رجل مقاتل، أنا أؤمن بقول الحق بالسيف والعاجز يدعو رشود، فأثر منومة الجراح وقل لها ثوري، فمن مثل الجراح يلعلع، لا تشتمن الخط أو تبكي له، فالخط ليس بمثل ذلك يدفع، فلقد شتمنا الرز حتى أُتخمت آذانه، والرز باقٍ مُزمع لكن تصدى له، فإن أخضعته تحيا، وإن خفت الممات ستخضع، فالمجد يحتقر الجبان لأنه شرب الصدى وعلى يديه المنبع. أيها الأخوة الكرام، هذه القضية الأساسية، يوم القدس العالمي، أطلقها الإمام في 1908. في ذلك الزمن كنا ننادي بفلسطين ونتحدث عن فلسطين ونفتخر بفلسطين، بحيث السادات عندما خان فلسطين وزار النظام الصهيوني حصل مؤتمر في العراق، مؤتمر بغداد، واتخذ مجموعة إجراءات، والشعب الفلسطيني والشعب المصري اختص من السادات نتيجة هذا العمل. الإمام عندما اتخذ هذا، في كثير من الأحوال ما فهموا ماذا يعني الإمام بأن يوم القدس، لماذا؟
الناس بذاك الوقت ما تحتاج، كلها تصيح قدس، القضية المركزية للأمة العربية القدس، القضية للأمة الإسلامية القدس. ولكن كأن الإمام يقرأ التاريخ ويقرأ هذه الأيام، الإمام يريد أن يجعل قضية فلسطين قضية شعوب، قضية شعب، قضية الأمة، قضية الأمة الإسلامية والأمة العربية. ولذلك كان هذا الخطاب أنه يوم مو للشعوب، مو للحكومات، يوم للشعوب. فإذا ثبت أن القضية الأساسية، الإمام عند القضية الأساسية هي الشعب. أنا البارحة ذكرت إلى بعض الأخوة الحضور بحضور الضيف العزيز، الإمام الخميني عندما زاره السيد ياسر عرفات رحمة الله عليه، كان ياسر عرفات يتحدث مع الإمام، أنه حديث الأخ ياسر عرفات الجميع يعرف أنه متكلم متحدث حديث رائع، فقال له: كنا بلا وطن أصبح لنا وطن، وكنا بلا مأوى أصبح لنا، وكنا وكنا. الإمام كان طارق برأسه، رفع رأسه، قال السيد ياسر عرفات: ليكن اعتمادك الأول قبل كل شيء على الله، لأننا نؤمن دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة: ما فقد من وجدك وما وجد من فقدك. قال: وليكن اعتمادك الثاني بعد الله على الشعب الفلسطيني العزيز. إذا اعتمدت على الله وإذا اعتمدت على الشعب الفلسطيني فسيسخر الله لك أمثال الخميني كثيرين من أجل نصرة القضية الفلسطينية، قضية الشعب. ولذلك الإمام رضوان الله تعالى عليه، لو كانت قضية القدس قضية حكومات انتهت، قضية أمة، قضية شعوب. ولذلك يوم بعد يوم بدأ يوم القدس قضية، مهما وصلنا إلى حالات التطبيع، وما كان يخطر على بال أحد أنه يصير التسابق في التطبيع بهذه الدرجة، والجميع اعتبر أن قضية فلسطين انتهت وما أكو بعد أي شارع. ولكن بقاء قضية فلسطين قضية شعب متحرك، وكذلك المقاومة، المقاومة هي التي أبقت قضية فلسطين حاضرة في وجدان الأمة، وستبقى أكثر. ولذلك اليوم اللي نريد نركزه من هذا اليوم القدس يوم شعوب، يوم نصرة، يوم عهد أن نتعاهد مع الشعب الفلسطيني، أن نتعاهد مع نصرة الشعب الفلسطيني. أنا أقول دائما هاي المثل: الحق نصرة مو مجرد كلام. لذلك نقول إلى الأخ زياد وإلى شعبنا الفلسطيني المقاوم الذي قدم ولا زال يقدم الدماء تلو الدماء، نحن مع فلسطين وسنبقى داعمين لقضية فلسطين والقدس والرايات التي تنطلق لتحرير القدس وفلسطين، ستنطلق من العراق إن شاء الله. هذه روايات نؤمن بها ويؤمن بها الكيان الصهيوني، ولذلك يعمل ليل نهار من أجل تفتيت هذه القاعدة، من أجل العداء التاريخي الصهيوني للعراق نابع من هذا، موجود في حتى في تاريخهم. مثل ما احنا نؤمن هم يؤمنون ان الرايات التي ستنطلق لتحرير القدس تنطلق من هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المؤمنين بهذه القضية التي هي قضية عقائدية لا يمكن ان نتنازل عنها. واليوم بدأت علامات النص، ما كنا نعتبره بالأمس ضرب من الخيال اليوم أصبح خيال، كما كان يعتقد الكثير عندما غزا داعش العراق. بيان المرجعية يقول كان هناك تهديد يستهدف العراق بماضيه
وحاضرة ومستقبلة. وكان يعتبرون الجميع أن انتصار على داعش ضرب من الخيال، لكن نتيجة الإرادة الصلبة والعقيدة الراسخة والدماء الزكية ووعي الشعب والعمل المجاهدين استطعنا أن نحول هذا الشيء الذي كان يعتبره ضرب من الخيال إلى واقع ملموس، وأن نهزم داعش خلال سنتين أو ثلاث سنوات. لذلك قضية فلسطين قضية مركزية أساسية مؤمنين بها، وأنا على يقين إن شاء الله ستدخلون المسجد الحرام آمنين بحول الله وبقوة الله وبعون الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للمجاهد الحاج هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر على هذه الكلمة. حضورنا الكريم، إذ نختتم مؤتمرنا الدولي الرابع في هذه الساعة المتأخرة، إنما هو تتويج لكل الفعاليات والنشاطات الجماهيرية التي انطلقت لتحيي يوم القدس العالمي في هذا اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. شكراً جزيلاً لطيب مقدمكم، إن جئتمونا حللتم في منازلكم، وإن رحلتم حملناكم على الحدق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.